أهلا وسهلا بكم في أخبار السابعة من التناصح، نستهلها بالعناوين. فضيلة مفتي الديار الليبية يدعو أعضاء مجلس النواب الحرص على جمع الكلمة وإنهاء الانقسام. بين قبيلتي تبوة أولاد سليمان اشتباكات عنيفة في محيط اللواء السادس جنوبية مدينة سبها. ميليشيات الكرامة تقصف منطقة عين مارة في درنة، ومسؤول ملف الأمن هناك يناشد لإنهاء الحصار عن المدينة. في التفاصيل، حيث قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني إن تسمية بعض أعضاء البرلمان المنحل لأنفسهم بأعضاء إقليم برقة هو خطأ لا يقبله شرع ولا قانون. الحقيقة ما سمعناه في الأيام الأخيرة من بعض أعضاء البرلمان في طبرق الذين وصفوا أنفسهم وسموا أنفسهم بأعضاء إقليم برقة في البرلمان، وهذه التسمية والله إنها نشاز، لا هي من ناحية القانونية صحيحة ولا هي من الناحية الشرعية مقبولة ولا حتى من ناحية الطباع السليمة، لأن الناس لما انتخبوهم ما انتخبوهم باسم إقليم برقة ولا إقليم فزان ولا إقليم طرابلس، انتخبوهم ليمثلوا ليبيا بأكملها. والله تبارك وتعالى لم يفضل أحدا لجنسه أو لقبيلته أو لإقليمه. إلى ذلك أضاف فضيلته بأنه ينبغي على النواب الشاب أن يحرصوا على جمع الكلمة وما يصلح بالناس وينهي الانقسام. الذي يختاره الناس ينبغي أن يتكلم بمجمع الكلمة ووحد الصف ويدعو إلى الألفة ويفكر في مصالح الناس، مصالح المظلومين، مصالح المحرومين، لا يفكر في مصلحة نفسه وأنه يأخذ مرتبات عالية وعند السيارات والسفريات ومدير المكتب والإمكانات الموجودة كلها بين يديه ويتحرك كما يشاء وينتقل كما يشاء. لو كان الذي يتكلم هذا الكلام ويضع العوائق في سبيل جمع ليبيا على مشروع واحد ينهي الانقسام، لو كان هذا الشخص اللي يتكلم بهذا الكلام في برلمان طبرق ولا في غيره عنده مريض في المستشفى لا يجد الدواء ولا يجد الطبيب الذي يزوره ولا يجد العلاج ولا يجد 100 دينار من مرتبه، يعني يجلس بالليل والنهار أمام المصارف لا تحصل على شيء وينقطع عنه الخدمات ويدفع بالأبواب ولا يؤبه له ويظلم ويحتقر وليس عنده جهة يشتكي إليها ولا جهة يتظلم إليها. لو كان هذا الشخص في برلمان طبرق ولا في غيره هو في منزلة هذا هؤلاء الناس وهم عامة الناس الآن في ليبيا. هذا وأشار فضيلة الشيخ لأن من يتكلم باسم برقة يجب أن يرفع عنها الاحتلال من قبل عساكر الإمارات وعساكر أخرى. أهل برقة الذي يتكلم الآن بأهل برقة وباسم القبيلة وباسم الجهة، أقول له برقة والله هي محتلة الآن، عليك أن تنتفض وتحرر برقة أولا. نحن يحزننا أن تحتل برقة، نحن لا نفرق بين برقة ولا غيرها. برقة محتلة من عساكر من دول متعددة منها الإمارات. إذا الدولة مثل هذه الدولة الصغيرة هل ترضون أن تحتل أرضكم بعساكرها وقواتها وسلاحها وصواريخها، محتلة بعساكر من دول أخرى أجنبية ومصرية وغيرها؟ إذا كنتم تغضبون لجهتكم ولقبيلتكم فاغضبوا أن أرضكم ممتهنة وأرضكم مستعمرة وأرضكم محتلة وأرضكم مدنسة من هؤلاء الناس، عليكم أن تحرروها. بالجنوب، حيث أكد مصدر محلي في مدينة سبها بتشدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين عناصر اللواء السادس التابع لدفاع الحكومة المقترحة والميليشيات التشادية المتحصنة في مطار المدينة والعمارات الهندية جنوبية سرد أو سبها عفوا،
وأقل المصدر في تصريح لتناصح أن تجدد الاشتباكات نجم عنه سقوط قذائف عشوائية استقرت إحداها قرب مسجد الأبرار في محلة القردة شمالي المطار، وأشار إلى أن التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة دفعت الأهالي إلى الخروج من منازلهم بحثا عن أماكن أكثر استقرارا بحسب ذات المصدر. نفت مديرية أمن سبها الثلاثاء ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن اقتحام قوات مسلحة لمطار سبها قبل 3 أشهر، وأكدت المديرية عبر بيان رسمي لها أنها كانت تسيطر على مطار سبها في ذلك الوقت، ولكن الجماعات المسلحة شنت هجوما مسلحا في الفترة الماضية بأسلحة تفوق قوة عناصر المديرية عدة وعتادة، ما اضطر قوات الأمن بالانسحاب. وأوضحت المديرية أن مطار تمنهنت بعيد عن الاشتباكات والرحلات تسير بشكل طبيعي. تعليقا على ذلك، أصدر المجلس الرئاسي المقترح بيانا بخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها سبها، مشيدا بتصدي وحدات الجيش في صد الهجمات على مقراتها في المدينة وفق البيان. وأكد الرئاسي المقترح بأنه يتابع الأحداث عن كثب وأنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة لدعم الوحدات والرد على الهجمات المتكررة التي تقوم بها مجموعات من المرتزقة، مضيفا بأن أي اعتداء على معسكرات ومقرات الدولة هو اعتداء على السيادة الوطنية ويهدد أمن البلاد، كل ذلك بحسب ما جاء في البيان. أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الكبير إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وتصاعد أعمال العنف بين مسلحين من قبائل أولاد سليمان وقبائل التبو في مدينة سبها. وعبرت اللجنة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة نظرا لتواصل وتصاعد أعمال العنف القبلي في سبها، وكذلك تردي الأوضاع الطبية في مركز سبها الطبي ونقص المعدات الطبية. هذا وطلبت اللجنة جميع أطراف النزاع في مدينة سبها بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة أعمال العنف وتغليب لغة العقل والحوار. من جانبه، أفاد الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي للتناصح بأن هدوءا حادرا يسود المدينة بعد معارك ضاربة استمرت لعدة أيام بين مجموعات مسلحة من التبو وبين اللواء السادس، وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ في المركز لقربه من موقع الاشتباك. الوفي أكد على استقرار الوضع الأمني وفتح معظم الأسواق لأبوابها، وأن آخر حالة تم تسجيلها جراء الاشتباكات كانت ظهر الأحد الماضي. هذا وأشار الوفي إلى عودة بعض الكوادر الطبية إلى مركز سبها الطبي الذي شرع في استقبال الحالات وبشكل طبيعي. تعصف بالجنوب الليبي الكثير من الأزمات، فبعد نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي تحاول بعض الدول السيطرة عليه ونهب ثرواته. عبد الحكيم محمد والتفاصيل. لا تزال مناطق الجنوب الليبي تعاني من انعدام الاستقرار وترزح تحت وطأة النزاعات ونقص الخدمات الأساسية وتفشي التهريب وانقسام المؤسسات، وظلت هذه المنطقة على هامش الحياة السياسية في ليبيا، وقد أدى ذلك إلى سعي دول أجنبية عديدة للسيطرة عليه. في الأيام الماضية حاولت قوات من المعارضة التشادية وميليشيات العدل والمساواة السودانية السيطرة على مقر اللواء السادس مشاة في مدينة سبها، وقد فشلت في ذلك. ولا يزال مطار سبها تحت سيطرة العصابات التشادية بحسب كلام السعد محمد رئيس مديرية الأمن بسبها، وتحاول هذه العصابات تقاسم حصص التهريب ونهب الثروات الطبيعية لليبيا، وخاصة بعد خروج القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب، حيث ازدادت المشاكل الأمنية والاقتصادية في المنطقة حتى صار من الصعب إيصال الوقود إلى هذه المناطق بسبب انتشار هذه العصابات. وبالنظر إلى واقع الجنوب الآن بعد خروج القوة الثالثة، فإن خروج هذه القوة يعتبر خسارة فادحة وخطأ يتحمله كل من طالب بخروج هذه القوة. الجنوب الذي يجب أن يكون سلة غذاء للمجتمع الليبي ومصدرا للطاقة والمياه ومصدر رزق لا ينضب لسكانه، تم استغلاله من خلال التدخل في فسيفساء مجتمع الجنوب المحتوي على قبائل كثيرة أصيلة
مستقرة وهم الأهالي، وأخرى راحلة وافدة لها امتدادات في الدول المجاورة، أدت إلى أجندات تسعى إلى تغيير ديموغرافي في الجنوب والزج بقبائل المنطقة في صراعات قد تؤدي إلى المساس بوحدة البلاد. الجنوب يعاني من نقص في الغاز والوقود ونقص في الكوادر الطبية وانقطاع التيار الكهربائي وعصابات إفريقية تزعزع الأمن وتحاول احتلال الأرض، وحكومات الدولة لا عين ترى ولا أذن تسمع. فالجنوب يحتاج إلى أمن وأمان، إلى تعليم وصحة، إلى برامج تنموية، وليس إلى حرب ودمار وفوضى عارمة. إلى أخبار مدينة درنة، حيث قال مسؤول الملف الأمني في المدينة يحيى لسطى عمر إن ميليشيات الكرامة المتمركزة في عين مارة قد قامت بقصف المنطقة بالصواريخ مساء الثلاثاء دون وقوع أي إصابات بشرية. وأضاف لسطى عمر أن القصف تسبب في حالة من الهلع في صفوف الأمنيين القاطنين بالأحياء السكنية المقابلة للحجاج دون أن يسفر عن أي أضرار مادية. إلى ذلك، قال مسؤول الملف الأمني في مدينة درنة العميد يحيى لسطى عمر إن التزام مكونات المدينة بميثاقها قد جعل المدينة آمنة برجال أمنها المتمثلين في مديرية أمن المدينة والسرية الأمنية التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنة، الذين شرعوا في عدة حملات ودوريات لحماية المدينة من كافة الظواهر السلبية. بميثاق مدينة درنة كل فيما يخصه جعل من المدينة آمنة بفضل الله عز وجل، رجال أمنها من مديرية أمن درنة والسرية الأمنية التابعة لمجلس الشورى حملات ودوريات متعددة لحماية المدينة من كل الظواهر السلبية. عمر، وفي تصريح خاص للتناصح، أكد أن مدينة درنة تشهد نقصا حادا في الوقود والغاز وخاصة وقود الديزل في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الكرامة منذ قرابة العامين. درنة تعاني من منع البنزين، من منع الغاز، مادة النفط هذه مهمة جدا تحدثنا عليها مرارا وتكرارا. استمرار هذا الوضع الإنساني لا يبشر بالخير، يعني في ظل حصار خانق دخل شهر 23 23 شهر وسط صمت الجميع إما خوفا أو رغاء. إلى ذلك، أضاف مسؤول ملف الأمن أن درنة كمدينة قاتلت ما يعرف بتنظيم الدولة وقامت بطرده بفضل شبابها لا تطلب شيئا سوى حقوق المواطنة، وأشار إلى أن المدينة تعاني الأمرين وأن أكثر ما تعانيه في الوقت الراهن هو العمليات الممنهجة للخطف على الهوية. نحن لا نطلب شيئا إلا حقوق المواطنة، نحن كليبيين، نحن كمدينة قاتلت الدواعش وطردته بفضل شبابها والتزاز أهل المدينة على هؤلاء الشباب الذين قدموا الغالي والرخيص وقدموا أرواحهم. نعاني الأمرين، وأكثر ملف مرارة هو الملف الدوري اللي هو الملف اللي واحد يطلع عارف روحه أن معاش يرد من قف الممنهج على الهوية الدرنوية. نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرا حول فرص إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية هذا العام، خلص فيه إلى أن هناك عدة صعوبات تعرقل هذه العملية. وذكر الموقع أن من بين العقبات التي تعترض العملية الانتخابية في ليبيا أن هناك عددا لا يحصى من الجماعات المسلحة وحكومتان متنافستان ومحادثات الاتفاق السياسي وصلت إلى طريق مسدود، إضافة إلى نقص في السيولة وجهات سياسية وعسكرية عالقة في دوامة من الانقسام. أكدت عضو لجنة الحوار في مجلس النواب المنحل سلطنة المسماري اتفاق أعضاء مجلسها في جلسة الاثنين على دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا سلامة لعقد جلسة حوار ثالثة مع لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة
وذلك لوضع حل نهائي للأزمة السياسية في ليبيا على حد قولها. وقالت المسماري في تصريح لها أن المجلس سيذهب في مسارات سياسية أخرى، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة، مضيفة بالقول أن الجلسة عقدت برئاسة عضو اللجنة سالم جنيدي، وذلك لغياب رئيس اللجنة عبد السلام نصيح. اللجنة وقد أدار الاجتماع أكبر أعضاء اللجنة سنا نظرا لعدم حضور السيد رئيس اللجنة. طبعا طرحت العديد من القضايا للنقاش، خرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، أهمها أن تم تكليف المقرر من أعضاء اللجنة بأن يدعو إلى اجتماع الأسبوع القادم لجميع أعضاء اللجنة ورئيسها لمناقشة آلية عمل اللجنة. أيضا تم الاتفاق على أن يقدم في الاجتماع القادم رؤية شاملة من خلال المقترحات التي تم طرحها اليوم ومناقشتها لحل البعض أو للرؤى التي وضعت لإيجاد حلول للإشكاليات الموجودة في عمل اللجنة الحوار. الشيء الآخر، أكد أعضاء اللجنة الحاضرين لهذا الاجتماع بضرورة. من جانبه قال رئيس لجنة تعديل اتفاق أسخرات في المجلس الأعلى للدولة موسى فرج أن الأعلى للدولة يرحب بأي تواصل لتقريب وجهات النظر والاتفاق على النقاط والآليات المطروحة بين كل من مجلسي النواب المنحل والأعلى للدولة. فرج في تصريح له أبدى تفاؤله التام بالقناعة التي توصل لها أعضاء لجنة تعديل الاتفاق في مجلس النواب من أجل الخروج من الأزمة الحالية وتجاوز المرحلة الراهنة. هذا وكان غسان سلامة كان قد اجتمع مع رئيسي لجنتي الحوار عن مجلس النواب المنحل والأعلى للدولة، وذلك لبحث تعزيز التوافق بين المجلسين. قال عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبو شاح أن تلكؤ مجلس النواب وعدم الإيفاء بالاستحقاقات الخاصة بالعملية الدستورية وعلى رأسها التوافق مع مجلس الدولة على قانون الاستفتاء على الدستور هو إصرار منه على إطالة عمر المرحلة الانتقالية. وشاح في التصريح له الثلاثاء أكد أن إصدار قانون الاستفتاء من قبل النواب بدوره سيمهد طريق أمام الليبيين لإبداء رأيهم في مشروع الدستور والانتقال إلى مرحلة الاستقرار. يذكر أن تأسيسية الدستور انتهت من صياغته أواخر العام المنصرم، وطلبت مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء للتصويت عليه. كذلك الاستثمار. مجلسي النواب والدولة أمام جلسة حوار ثالثة ونهائية، هذا ما أكدته عضو لجنة الحوار بمجلس النواب سلطنة المسماري. فبعد توقف دام لأشهر، لقت دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى عقد جولة حوار جديدة من أجل وضع حل نهائي لإشكالية المختنقات في تضمين اتفاق إسخرات وتعديله، ترحيبا من طرفي الحوار في ليبيا. أكد أعضاء اللجنة الحاضرين لهذا الاجتماع بضرورة الطلب من السيد غسان سلامة بعقد جولة نهائية ثالثة ما بين أعضاء لجنتي الحوار لمجلس النواب ومجلس الدولة من أجل وضع حل نهائي لإشكالية المختنقات في تضمين الاتفاق السياسي وتعديله. المسماري ألمحت أيضا إلى لجوء مجلس النواب لمسارات سياسية أخرى لم تحددها في حال لم تتوصل لجنتي البرلمان والدولة إلى حل نهائي، مشيرة إلى أن اللجنة خرجت بتوصيات أهمها تكليف مقرر اللجنة بدعوة لجنة الحوار إلى عقد اجتماع الأسبوع القادم. في حال لم تتوصل اللجنتين في المرحلة الثالثة إلى حل نهائي، فستكون هناك مسارات أخرى يلجأ إليها مجلس النواب. خرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، أهمها أن تم تكليف المقرر من أعضاء اللجنة بأن يدعو إلى اجتماع الأسبوع القادم لجميع أعضاء اللجنة ورئيسها لمناقشة آلية عمل اللجنة. من جانبه أعرب أعضاء بلجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبهم بخطوة مجلس النواب، مؤكدين دعمهم لأي خطوة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء على حد قولهم.
لكن ما يبديه البعض من المجلسين من ترحيب متبادل قد ينقضه الآخرون في تصريحات لهم، حيث أكد رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبد السلام نصية في تصريحات صحفية أن ما سمعه إلى حد الآن من رئيس لجنة الحوار بمجلس الدولة موسى فرج هو مجرد أفكار غير متفق عليها داخل مجلس الدولة، مشيرا إلى تعنت المجلس وإصراره على أن يتحول إلى غرفة تشريعية ثانية وفق قوله. ويرى مراقبون أن الجولة الثالثة والحاسمة من الحوار السياسي في ليبيا محكومة بالفشل كسابقتيها، خاصة مع تعنت بعض الأطراف من اللجنتين على التمسك بآرائهما. فهل ستحقق مقرر من أعضاء اللجنة بأن يدعو إلى اجتماع الأسبوع القادم لجميع أعضاء اللجنة ورئيسها لمناقشة آلية عمل اللجنة؟ من جانبه أعرب أعضاء بلجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة عن ترحيبهم بخطوة مجلس النواب، مؤكدين دعمهم لأي خطوة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء على حد قولهم. لكن ما يبديه البعض من المجلسين من ترحيب متبادل قد ينقضه الآخرون في تصريحات لهم، حيث أكد رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبد السلام نصية في تصريحات صحفية أن ما سمعه إلى حد الآن من رئيس لجنة الحوار بمجلس الدولة موسى فرج هو مجرد أفكار غير متفق عليها داخل مجلس الدولة، مشيرا إلى تعنت المجلس وإصراره على أن يتحول إلى غرفة تشريعية ثانية وفق قوله. ويرى مراقبون أن الجولة الثالثة والحاسمة من الحوار السياسي في ليبيا محكومة بالفشل كسابقتيها، خاصة مع تعنت بعض الأطراف من اللجنتين على التمسك بآرائهما. فهل ستحقق الجولة القادمة نجاحاً؟ أم ستكون مناورة اضطرارية سرعان ما تفشل الاتفاق على خطوات جديدة؟ وهل ستكون السيناريوهات البديلة في حال فشل محاولات توحيد المؤسسات السيادية هي الحل الأخير؟ أم ستكون تلك المسارات مأزقا سياسيا يصعب الخروج منه؟ دعت لجنة التوعية والتثقيف بهيئة صياغة الدستور دعت مجلس النواب المنحل لإصدار قانون الاستفتاء وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته. اللجنة في بيان لها طلعت عليه التناصح أعربت عن رفضها التام لما أسمتها مصادرة حق الشعب الليبي في إبداء رأيه بقبول أو رفض مشروع الدستور. كما أهابت لجنة التوعية والتثقيف بالمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بليبيا للمساعدة والمساهمة في إنجاح العملية الدستورية وفق الأسس الديمقراطية المتمثلة في مشاركة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسة. يطرح على الشعب الليبي للاستفتاء عليه. ثاني، إن الهيئة التأسيسية أنجزت مهمتها الموجهة إليها من الشعب الليبي وقررت مشروع الدستور يوم 29/7. أخبارنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. إقفال مركزي إيواء للمهاجرين غير القانونيين في مدينة الزمر. أهلا بكم من جديد. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مرتبطة بليبيا بناء على صلاحيات مخولة لها بموجب أمر تنفيذي صدر في عام 2016
خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات على 6 أفراد و24 شركة وسبع سفن في إجراء يمنع الأمريكيين من التعامل معهم ويجمد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأمريكية. ووردت أسماء الأشخاص الستة الذين أدرجوا بقائمة العقوبات الأمريكية الجديدة على الاشتباه بتهريبهم الوقود والمنتجات النفطية من ليبيا إلى أوروبا. حزمة عقوبات جديدة أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية تتعلق بتهديد للأمن والاستقرار نسب إلى كيانات وأفراد تورطوا في عمليات تجارية غير قانونية في النفط الليبي، سواء من حيث الإنتاج أو التكرير وأعمال السمسرة والبيع والشراء والتملك غير المشروع. وتخص قائمة العقوبات 24 شركة توزعت مقراتها بين مالطا وإيطاليا، بالإضافة إلى 4 أشخاص من الجنسية المالطية ومواطن ليبي واحد وآخر مصري. بيان للوزارة الأمريكية أشار إلى تورط أولئك الأفراد والكيانات في تهريب النفط بما يقوض سيادة ليبيا ويؤجج السوق السوداء ويسهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة ويسلب موارد السكان، وأن الوزارة تعمل على كشف وإنهاء تهريب الوقود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة من قبل هؤلاء الذين يستغلون النفط الليبي والمنتجات النفطية والموارد الطبيعية الأخرى لتحقيق مكاسبهم الشخصية، كما أنها تتخذ الإجراءات لتعطيل ذلك النشاط غير المشروع والمزعزع للاستقرار من خلال عزل الأفراد والشركات والسفن المتورطة في تهريب النفط وعائداته من النظام المالي العالمي. وتتضمن العقوبات حظر أي ممتلكات أو مصالح للأفراد أو الكيانات ذات العلاقة بعمليات التهريب للنفط الليبي ضمن حكم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك يحظر على الأشخاص الأمريكيين عموماً الدخول في معاملات مع الأشخاص المحظورين بما في ذلك الكيانات التي يمتلكونها أو يسيطرون عليها. وتأتي العقوبات الأمريكية في أعقاب تفشي ظاهرة تهريب المحروقات من ليبيا إلى مالطا وإيطاليا ليتم بيعها لاحقاً في أوروبا باستخدام شهادات وقود مزورة، ولتجد عشرات الملايين من اليوروهات طريقها إلى جيوب المهربين وأباطرة الفساد. اتهم نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني جلال الدين الطيب اتهم الحركات المسلحة السودانية والتي وصفها بالمتمردة، اتهمها بالضلوع في جرائم تتعلق بالإتجار بالبشر والتهريب والتجنيد القسري للأطفال والقتال كمرتزقة داخل ليبيا. ونقلت صحف سودانية عن الطيب قوله خلال اجتماع للجنة الإفريقية الأمنية، حيث قال أن الاتحاد الإفريقي ملزم بوضع استراتيجية لتفكيك الشبكات الإجرامية والمنظمات التي وصفها بالإرهابية المتحكمة في الهجرة غير الشرعية. ودعا المسؤول الأمني السوداني إلى محاصرة نشاط الحركات المسلحة غير الإيجابي في القارة وتقديم قادتها إلى محاكمة عادلة. زار مندوبي سفارة ساحل العاج وسفارة غانا صباح الأربعاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة. الجهاز على حسابه الرسمي أوضح أن زيارة المندوبين جاءت لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين غير القانونيين من نزلاء فرع طرابلس طريق السكة من المستهدفين بالعودة الطوعية. إلى ذلك أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشير قرارا بقفل مركزي إيواء المهاجرين في منطقة لقويعة وأبي عيسى بالزاوية. المستشار الإعلامي للجهاز ميلاد السعدي أوضح في تصريح له الأربعاء أن القفل جاء بناء على خطة الجهاز لإعادة تنظيم مراكز الإيواء وقفل المراكز التي استحدثت بطريقة عشوائية، وأشار إلى إغلاق 18 مركزا من أصل 52 منذ سبتمبر من العام الماضي. قال مرشح حزب 5 نجوم الإيطالي لويجي دي مايو إن نهج وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إزاء الهجرة يرمي إلى وقفها في ليبيا. وأضاف دي مايو إن على إيطاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لفهم ما إذا كان الشخص الذي يصل إلى أراضيها يمكنه البقاء فيها أم لا، وأنه إن لم يتمكن من ذلك فستتم إعادته إلى بلاده،
واضحا أن إعالة المهاجرين غير القانونيين أو غير ممكنة، لأن بلاده تفتقر إلى المعاهدات مع البلدان التي يصل منها المهاجرون، وأنها تقام إن قدمت أو إن قدمت إيطاليا بالمقابل إلى هذه البلدان مساعدات كدعم للمستشفيات أو المدارس. وافقت المنظمة الدولية للهجرة على دعم وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة من خلال إنشاء مكتب دعم لفريق العمل المعني بالهجرة غير القانونية في ليبيا. رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بليسي خلال اجتماع معني بالهجرة في طرابلس الاثنين أكد أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تعالج تحديات الهجرة في ليبيا، لذلك يجب أن يشارك وزارة الخارجية من خلال مجموعة عمل الهجرة للنظر في استراتيجيات طويلة الأجل تفيد الليبيين والمهاجرين. أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً أعربت من خلاله عن قلقها البالغ تجاه الأوضاع التي يعيشها أهالي تورغا والنازحون داخل مخيمات مؤقتة في منطقة جرارة لقطف وهراوة، وأكدة أن ظروف وجودهم هناك محفوفة بالمخاطر. البعثة أبدت استعدادها التام مساندة السلطات الليبية ومساعدتها أيضاً في توفير المتطلبات الإنسانية للأهالي وتوفير الظروف اللازمة لتأمين عودتهم إلى منازلهم. هذا وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبورو إن مئات الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة حقهم المشروع في العودة لا يزالون عالقين في العراء في ظروف مناخية صعبة ومن دون خدمات أساسية، كل ذلك لأكثر من 3 أسابيع. طلبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بإنهاء معاناة النازحين من مدينة تورغا وتأمين عودتهم الفورية إلى مدينتهم وفق ما نقلته بوابة إفريقيا للأنباء. وقالت المنظمة في إجاز صادر عنها ثلاثاء إنها تعتبر استمرار منع الآمنين من العودة جريمة عقاب جماعي، وهو فعل مجرم في القانون الدولي الإنساني والذي يعتبره جريمة حرب ويرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية. هذا وأضافت المنظمة أنه ليس هناك أي مبرر لاستغلال معاناة الآمنين للتحقيق أي مكاسب، مطالبة الحكومة المقترحة بالعمل على إنهاء حالة النزوح والتهجير من باقي مدن ليبيا وفق تعبيرها. في شأن آخر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاثنين تمديد فترة تسجيل الناخبين الليبيين المقيمين بالخارج إلى 10 مارس القادم. وقالت المفوضية عبر موقعها الإلكتروني إن هذا القرار للتمديد يأتي بناء على طلبات المواطنين الليبيين المقيمين بالخارج الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب بعض الصعوبات الفنية المتعلقة بهم، داعية المعنيين بالأمر بالتمديد إلى الاستفادة من هذه الفرصة بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني. قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري مصطفى الجويتني إن الجزائر تدرس إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا عبر الأراضي التونسية. وأضاف الجويتني حسب صحيفة الجريدة الجزائرية الاثنين حيث قال إن تعاون قائم بين تونس والجزائر لتبادل الطاقة الكهربائية في فصل الصيف، وهي تسعى لاتفاقية مماثلة مع ليبيا. يذكر أن ليبيا تعاني من أزمة بين فترة والأخرى في الطاقة الكهربائية بسبب خروج وحدات كهربائية عن العمل التي تسبب عجزا في إنتاج الطاقة. إلى ذلك، فقد أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن فصل خطوط نقل الطاقة الرئيسية في منطقة باطن الجبل شكشوك الرويز، وذلك نتيجة للرياح القوية في المنطقة. الشركة أشارت في بيان لها إلى أن هذا الفصل قد سبب في خروج محطة توليد الجبل الغربي الرويس وفقد ما قيمته أكثر من 600 ميجاوات من القدرة المتاحة. هذا وكانت الشركة أنه سيكون هناك عجز في تلبية الطلب على طاقة الكهربائية، ولفتت إلى أنها ستضطر إلى طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة العامة. كشفت إدارة الإعلام بوزارة الصحة أن المركز الوطني للقلب تجرى يقوم بإجراء ما بين 10 إلى 15 عملية شهريا، من بينها عملية القلب المفتوح أجريت جميعها
على أيدي جراحين وأطقم تمريض ليبيين. وأوضح الدكتور محمد لطرش رئيس قسم الجراحة في المركز أن هذا العدد من العمليات يمثل 15% فقط من قدرة المركز الاستيعابية، مؤكدا أن المشكلة ليست بالكوادر الطبية إنما في نقص المستلزمات الطبية. هذا وضف لطرش أن الفريق الطبي الزائر من الولايات المتحدة سيصل منتصف شهر مارس القادم لإجراء عملية قلب أطفال بواقع 36 إلى 40 حالة شهريا، إضافة إلى تدريب أطباء وممرضين ليبيين. ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلة مع المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لشركة تشامبر جيد زياد بن حماد الثلاثاء خطط الشركة في توسيع وجودها وتوفيرها للمعدات المتعلقة بتقنيات الحفر التطويري والاستكشافي في مواقع العمليات النفطية، كما تم التطرق إلى خطط متوسطة المدى لزيادة معدلات الإنتاج لهذا العام. أضاف الموقع الإلكتروني للمؤسسة أن الطرفين بحثوا إمكانية أسهام شركة تشامبر جير العالمية من خلال ورشة عمل ستعقد بين الطرفين في الفترة القادمة لدراسة كل ما يتعلق بتقنيات الحفر وطرق الرفع الصناعي المختلفة. سعر الدينار لهذا اليوم: قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. فضيلة مفتي الديار يدعو أعضاء النواب للحرص على جمع الكلمة ورص الصف. بين قبيلتي تبو أولاد سليمان اشتباكات عنيفة في محيط اللواء السادس جنوبية مدينة سبها. ميليشيات الكرامة تقصف منطقة عين مارة في مدينة درنة. تبعتم أيضا إقفال مركزي إيواء للمهاجرين في مدينة الزاوية. أشكركم على المتابعة والاستماع، دمتم ودم الوطن في أمان الله. إلى اللقاء.